طبيعة العمل كل من النظيم وائل صبري حسين والملازم أول أحمد عبد الفتاح، وذلك عام يوم 10/3/2014 حال نظر قضية الكتاب عند الدمى الرقيمة في الكبيرة الأولى سنة 2014 مقايدة الرقم 5867 كل عام سنة، مقايدة الرقم 3715 سنة 2014 كل عام عادي، حيث أن السادة الكبار في يوم 10/3/2014 معينين بالتأمين مع كامل معهد المناهج الكبرى من الساعة 7 صباحا وحتى انتهاء الجلسات، وحيث أن النقيب وائل صبري حسين وقوة قسم شرطة المقدم معين الكلمة على كمبيوتر الأنفاس، والملازم الأول أحمد عبد الفتاح محمد من قوة قسم شرطة البساتين معين بخدمة الممر الفاصل بين قفص الاتهام وبين مدرجات القاعة والقطار الشرطي للقاعة، ومرفق بالقطار كتاب خدمات صورة ضوئية من كتاب خدمات تأمين محكمة معهد الجمعة مثبت به ببند منطقة غرف الحجز والنظافة الفردي لقاعة المحكمة ومنطقة قفص الاتهام قاعة الجلسة، حضور النقيب وائل صبري قسم القوة القسم شرطة المقدم والملازم الأول أحمد عبد الفتاح قسم البساتين. ارتفاع الأمر عن المعنى التهمي مش يتحدث، هو يتوسط معاه. مع الرئيس لو المتهم او المتهمين ليهم طلبات احنا ما بنتواصلش مع المتهمين، فاحنا قبل ما يعني نترافع في القضيه يهمنا ان احنا نعرف طلبات المتهمين ان كان ليهم طلبات او عايزين يشيروا لاي حاجه في الدفاع، وبعدين نبدا في المرافعه. يعني الموضوع مش هيبقى دلوقتي مبتدا.com